عملية تهديم سكنات فوضوية ببلدية شبيطة مختار التي أقدمت عليها القوات العمومية فجر يوم أمس أثارت استنكار ساكنيها الذين طالبوا بإعادة إسكانهم مثل ما جرت العادة. راهي حقرة من عالم البلدية نورمالمون رئيس الحي رئيس البلدية قبل ما يريم يشيدوا على الحي يقول ما ناس عندكم سؤال على الأقل غطف الحطة الأسبوعية لم يقشكم راحين يريبوا قانون فوق الجميع. رئيس دائرة الدرعان أوضح أن مثل هذه الطريقة غير مقبولة في بناء سكنات فوضوية والتي تتعارض مع القانون. بعض المواطنين نقول سامحهم الله قاموا ببناء فوضوية غير مرخص بها أمام عمارات يعني شوفوا فيها حي جديد وبناء فوضوية بحجة أنهم يعني يستفيدوا من بعد باش تكون لهم الأولوية في السكنات الاجتماعية حتى يوزع في 2017. هنا فقط حبيت أن نشير بأنه كل الملفات اللي راهي موضوعة على مستوى الدائرة لدراسة هذه الملفات اللجنة راهي تدرسها إن شاء الله في 2017 وكل الناس اللي راهي في ضيق إن شاء الله راح ربي يفرج عليهم لكن ماشي بالطريقة هذه تاع البناء الفوضوي. تيراش فاروق رئيس البلدية صرح أن بلدية شبيطة مختار لديه مشروع سكني كبير وسيتم إسكان كافة من تتوفر فيه الشروط. وهؤلاء راهم أبنائنا وأخوتنا بإمكانهم أن ينتظروا قليلاً